إغناتي نيستروف، ولكن إلى متى يستمر هذا التفوق الدفاعي؟ وإلى متى يستمر إغناتي نيستروف متألقا في هذه المباراة؟ سنشاهد ونتابع. هنا تسديدة، يا سلام، هدف حلو 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 حلو، فابيو دانييل البرازيلي من مسافة بعيدة في الدقيقة 27، وخبر سعيد بالتأكيد في هذه الدقيقة لجماهير سبهان أصفهان الإيراني بهدف من لاحظ الإعادة، هي المحاولة الثالثة، هي الثالثة للبرازيلي فابيو، وفي المرمى في الرابعة، الرابعة في المرمى، يا فابيو يا دانييل يا برازيلي الذي يفتتح أهداف المباراة في الدقيقة 27، في الدقيقة 27 هدف أول إذن لسبهان. لاحظ أكثر من 30 إلى 35، ما فيه من الإثارة اللي نتمنى أن تكون حاضرة إن شاء الله. وتوري توري توري توري، ربما الثاني، والثاني جول إبراهيم توري السنغالي، إبراهيم توري فعلا يضع فريق سبهان في المقدمة، يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 32، اثنين سبهان، إبراهيم توري 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 هدف الدقيقة 32، فعلا ترجم أفضلية سبهان في الشوط المباراة الأول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بطريقة فعلا رائعة جدا، بطريقة رائعة جدا ينطلق السنغالي صاحب الخمسة وعشرين عاما جهة الشمال، يعدي من المدافع ويعدي من حرس المرمى، وبطريقة الكبار يسجل ثاني الأهداف، يعطي السعادة والفرح أيضا للمدرب أميرية الملعب. ضربة ركنية لبونيوت كور، بونيوت كور، فيكتور كاربينكو لعبة سريعة مرة ثانية إلى فيكتور، أمامية الرأسية، يا سلام، وهدف التقليص، هدف التقليص لبونيوت كور. نعم، بونيوت كور يسجل هدف التقليص من إدغارد جيبيتش الصربي، إذا يسجل هدف في الدقيقة رقم 11 من عمر أحداث شوط المباراة الثاني. نعم نعم، عندما نتحدث عن 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 الطرد حقيقة، نتحدث عن أمور كثيرة في كرة القدم. الآن بونيوت كور، يعني من شاهد شوط المباراة الأول قال أن الأمور خلاص ستنتهي ستنتهي، ولكن طرد حقيقة إبراهيم توري ربما سيغير أمور كثيرة في هذه المباراة. هنا الرأسية من جيبيتشي، ديغارد جيبيتشي، إذا يسجل هدف التقليص. المحاولة هذه خطيرة، حكم المباراة، ضربة جزاء، يا ماساكي يا ماساكي، أول الأمر وفي البداية يجب أن تحتسب الخطأ سواء كان خطأ أو ضربة جزاء، وبعد ذلك تشير البطاقة الصفراء يا سيد ماساكي. لاحظوا هنا الإعادة، في مسك فعلا، في مسك، في مسك، واضحة واضحة، ولكن السؤال الآن هل كان المسك خارج خط 18 ولا في 18؟ في 18 ولا خارج 18؟ في رأيي الشخصي خارج خط 18، خارج خط 18، ولكن حكم المباراة الياباني ماساكي توما يحتسب خطأ، يحتسب ضربة جزاء لمصلحة سبهان أصفهان الإيراني. الدقيقة رقم 7 بل الدقيقة 69، إغناتي نيستروف في المرمى، وهادي عقيلي الآن يستعد لتسديد الكرة القادمة. عقيلي، عقيلي لعبها، الثالث، الثالث من ضربة جزاء، هادي عقيلي يعطي الأفضلية بعشر لاعبين لأبناء سبهان أصفهان بتقدم بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.
السبهان يلعب له كرة ممتازة على اليمين، إغناتي نشروف يسجل من خلالها. في رأيي الشخصي هو هدف الاطمئنان، هو هدف الاطمئنان بالنسبة لسبهان أصفهان الإيراني في الشوط الثاني.